مثل ما شاهدنا وياكم في التقرير كيف نقي أنفسنا من هذا الفيروس، ولكن نقي نفسيتنا. بداية دكتور، نعرف أن المناعة هي الحاجز وهي المصد الأول للفيروسات والبكتيريا وجميع الأمراض، ولكن هناك مناعة أخرى عندنا وهي المناعة النفسية، ممكن نعرفها بداية للمشاهدين؟ صحيح، في مناعة نفسية وهي تابعة للمناعة الطبية. في الحقيقة أن أحيانا لما نسمع أخبار مثلا تكون مزعجة بالنسبة لنا أو نكون مضغوطين، لازم في وقت الضغط هذا، سواء كان ضغط العمل ولا ضغط البيت ولا ضغط الحاصل الحين لما الناس يسمعون أن في والله عدوى من هاي من الكورونا وغير ذلك، فيحس بالخوف، هذا شيء طبيعي، أو يحس بالقلق تجاه هذا الشأن ويروح يتابعه سواء عن طريق التواصل الاجتماعي أو يشوف قدامه أو مثلا هو بنفسه عنده مخاوف معينة. ماذا يحدث في هذه الحالة؟ في هذه الحالة لازم يكون عندنا نوع من التعامل مع يعني التكيف مع الضغوط. يعني ماذا نفعل إذا جانا خبر مثلا في نوع من الصعوبة؟ ماذا نفعل إذا كان هناك نوع من الخبر نوع من الخطورة؟ في طريقتين. في بعض الناس ينتحون أو ينتهجون منهج مبالغ فيه، اللي هي مسألة والله لازم أشرد، لازم أسوي، أبالغ في أشرب أي شيء أعشاب طبيعية، بس هي يحطها أن تحت مظلة الوقاية فلازم أسوي هالشيء. صح، فهو يحطها مثل ما تفضلت أن هذا نوع من الوقاية وهذه يعني وسيلة للوقاية، ولكن هي وسيلة مبالغ فيها. وبعض الناس لا، يعتمدها كتحدي أو يسويها كتحدي أنه ممكن تغلب عليه. فعلا في عصر حنا الحين حتى بعض الناس يستغربون من خوف الزائد من هذا الموضوع، في عصر ممكن يعني بكل بساطة يعني السيطرة على مثل هذه الأمراض. إذا ماذا يحدث عند الإنسان اللي يخاف زيادة مثل ما تفضلت، اللي اتخذ وسائل مبالغ فيها في مسألة الوقاية؟ يقل فيه مسألة المناعة النفسية. المناعة النفسية هي المعنويات يسمونها. شوف، المناعة النفسية دائما مرتبطة بالمناعة الطبية والصحية، أو بطريقة أخرى حالة الانفعالية إحنا مرتبطة جدا بالحالة الصحية. جميل. أنت بالوضع الطبيعي تفرز دائما جسمك من الخلايا الليمفاوية اللي يسمونها كريات الدم البيضاء أو خلايا الدم البيضاء، تفرز حول 10 ملايين خلية كل ثواني عشان بس تدافع عن الأشياء الموجودة في جسمك أو اللي واردة من برا. ماذا يحدث في هذه الحالة؟ يصير عندك نوع من الحماية وأمورك تمام، وهذا الشيء أنت ماشي عليه منذ يعني الولادة. طيب ماذا يحدث في حال القلق؟ وماذا يحدث في حال انهيار النفسية والمعنويات؟ يحدث تقل إفراز الخلايا، مما يسهل الأمراض أن الإنسان، لذلك مما يسهل الأمراض أن تصيب الإنسان. لذلك في دكتورة معروفة أمريكية سوت بحث، وهذا يعني البحث هذا أسس عليه تدريس مناهج في منهج علم النفس قائم على في عضو يعني جزئية معينة اللي هي علم النفس الصحة قائمة على هاي الجزئية. شنو الجزئية؟ وجدت من خلال بحثها الطويل أن كل الناس اللي يصابون بالأمراض العادية اللي هي الزكام وغير ذلك، وجدت أن هؤلاء تعرضوا لصدمة عاطفية قبل ذلك بيوم أو بيومين، إما صار خلاف مع شريك الحياة أو ما في الشغل انضغط أو واجه شيء في الطريق وواحد مثل ما يقول رفع ضغطه. يعني النفسية هي اللي وصلت لمرحلة المرض إلى هذا المرض. سبحان الله، التأثير النفسي نعم يأثر بيولوجيا على جسمي. بيولوجيا نعم، هذا لا يعني أصبح في علم البي ان اي او العلوم النفسيه المناعيه اصبح انه ياثر حتى على جمال الوجه وبشرتك وامور هذه، لان مرتبطه حتى يعني حتى لو تقرنت نشوف يعني تقاليدنا ونشوف اعرافنا ونشوف ايضا القران الكريم لما يقول لك لا تهنوا لا تحزنوا، كل هذه الامور متوقفه عليها نفسك. يعني حتى الايه القرانيه تقول لك لا تذهب نفسك عليهم حسرات. شوف لاحظ حزين، هاي من ناحية الشخص الواعي، الشخص اللي قاري، الشخص اللي مدارك الموضوع. زين، خلنا نروح مثلا إذا نشوف في عالم التواصل الاجتماعي الحين مش فقط مرض الكورونا المستجد أو فيروس الكورونا المستجد، تكلم عن أي وباء انتشر، بعض التهويل يصير في مواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن يأثر على بعض الشخصيات. كل شخصية تفرق عن الثانية، كل واحد له ردة فعل، لكن مثلا عندنا شخصيات ضعيفة، عندنا الأطفال اللي ممكن يتأثرون بهالأخبار، اللي ممكن يبني الخوف من هو صغير، يخاف يحاتي خبر قبل إحنا طرش حق 10 ولا يصيدك شيء، احنا اول ناس نطرش كنا صغار. فاذا يشوفون مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يخافون، فشنو الحل معهم؟ شوف، الاطفال ما راح يعني يقررون قرار ويعني يتاثرون تاثر ذاتي كانهم هم اللي يقررون، هم اللي يتاثرون. الاطفال اعتقد انهم يتبعون اولياء امورهم، يشوفونك انت الابو شنو وضعك، خايف، فيك هلع، يسوون مثلك. ولذلك انا اقول حق الشخص اللي قبل شو تكلمنا انا وياك عنه،
اللي ياخذ الوقايه الزياده زيادة. وتلقاه خايف وتلقاه لا لا تسوون كذا. احنا نقول له اذا انت خايف خاف، هذا شيء طبيعي، ما اقدر انا شخصيتك كذي، انت ونشأت وفيك دوافع الخوف زياده عن الشخص العادي. اذا انت تبي تتخذ اجراءات معينه تاخذ، لكن الاجراءات هذه اللي تسويها عليك الا تؤثر على شيئين، الشيء الاول على صحتك والشيء الثاني على الاخرين خصوصا اللي يهمونك. يعني ما يصير انت خايف مثلا في طريق معين وتسرع بالسيارة عشانك وتأذي الناس مثلا على سبيل المثال مثلا. وكذلك انت لما تكون في البيت ترى بالذات ولي الامر وحتى الام وحتى الاخوان الكبار وحتى اي واحد، ترى الطفل اللي يسمع في المدرسة مثلا ان هذا المرض يعني راح يصيبنا، ان هذا حتمي، ينتظر بس ردة فعل الوالدين. انا برجع ابوي ابي شو يقول له، لان هو ابوه خلاص اذا قال انت انت الحكم خلاص، شو مطلوب منهم زين. أيوة. هذه النقطه اللي بنركز فيها ربما يعني دكتور، ان التهويل اللي صار ربما في السوشيال ميديا وايضا بالاعلام وانتشار المرض بشكل كبير، رده فعل طبيعيه يمكن شفناها من بعض الناس اللي ربما ينقصهم جانب توعي في هذا الجزء. لذلك رساله ممكن نوجهها لاولياء الامور في التهيئه النفسيه بالنسبه لاطفالهم. تدري ايش نحتاج اولياء امور، وش نحتاج احنا، وش نحتاج حتى الاطفال؟ نحتاج اول شيء انه يكون عندنا تفكير قائم على الإيجابية، مش تفكير سلبي. تفكير السلبي هذا تفكير السلبي يأثر على حتى سلوك الإنسان. أنت الآن لما تتصور بتفكير معين أن ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الناس، ممكن واحد مدير يقول لك الطريقة الصحيحة للتعامل مع الناس أني أنا أمشي على نظريات مكافيلي واستبداد والغاية بالوسيلة، لا تعطيهم وجه عشان يمشون معك كذا. وبعض الناس يقول لا غير صحيح، في بعض الناس تمشي معهم بقوة إذا كان مهمل، وفي بعض الناس تمشي معهم كذا، وفي بعض الناس يقولك لا خلها مش معهم بطيبة وكذا. هذا التفكير صح، سلوكك راح يتبع تفكيرك. كذلك لما يكون عندنا نوع من الخوف سواء عند ولي الأمر ولا سواء عند أي واحد في العالم، قائم على تفكيره، تفكيرك شنو أنت بالضبط؟ في هناك شغلات تعلمك إدارة التفكير أو التفكير الإيجابي، في بما تسمى بمبادئ التفكير الخاطئ، أو هاي لازم نقراها الأيام هذه بالذات مع انتشار الأخبار وبعض الناس إشاعات، وبعض الناس يخلي خبر صحيح لكن يحط عليه بعض البهارات وبعض الكذا عشان يكبر الخبر أو يروج ينتشر الخبر، وخصوصا بعض الأخبار لها رواج معين.